اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الشكر على كل حال، لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الصادق في قيله، قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما وفقتنا لإتمام القرآن وتلاوة كتابك العظيم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا فيه من النعم يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا